بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، حلقة إن شاء الله تكون متجددة من خلال مواضيعها وأيضا فقراتها. في حلقة اليوم عندنا مجموعة من المواضيع، ونتمنى يا رب أنها تنال على رضاكم وإعجابكم. كالعادة عندنا كل يوم ثلاثاء عندنا الفقرة المالية، اللي من خلالها نخصص مساحة لتثقيف الأفراد وكذلك المجتمع بإدارة المال، إن كان على مستوى أفراد إن كان على مستوى أسر، بقدر الإمكان من خلال هذه المساحة واجتهاد نقدر نقول شخصي مشكور عليه الأستاذ علي بن خالد الشرجي المستشار المالي للأفراد. اليوم بيكون موضوعنا حول الأخطاء المالية بين الزوجين، خاصة اللي مثلا كان فيها جانب استثماري أو ميزانية البيت أو بنتعرف على تفاصيل، شكلها فقرة ممتازة اليوم. أيضا بيكون معنا إن شاء الله حديث عن جائزة أفضل استخدام لتكنولوجيا التعليم في الفصول الدراسية، بنتعرف على هذا الموضوع. بيكون معنا إن شاء الله الأستاذ ياسر بن جمعة بن خميس الشهومي، وهو مدير مدرسة سعيد بن عبادة للتعليم الأساسي في محافظة الظاهرة. نقول ألف مبروك بالنسبة للحصول على الجائزة، وبنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع لأنه كان هو حديث شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد حصول على الجائزة. أيضا عندنا فقرتنا شباب اليوم مع حوراء بنت حسين الفارسية، تدير هذا الحوار حول مشروع فرسان الفجر، بنتعرف على تفاصيل هذا المشروع من خلال معتصم بن طالب الزجالي وهو صاحب المشروع، وجو شباب إن شاء الله ينال على رضاكم وإعجابكم. أيضا اليوم بيكون معنا ربط مباشر من مجمع البريق الشاطئي الموجود في على شاطئ القرم، موقع كثير رائع وجميل للاستمتاع والاستجمام، وخاصة مع الوقت الجميل الحين ما زالت نفحات الشتاء باقية للحين ما دخلنا الصيف. طبعا بيكون معنا في الجانب الآخر الحديث حول هذا الموضوع سيف بن يوسف الفوري وطاقم العمل، لهم التحية والتقدير اللي يحضرونا دائما من موقع إلى موقع آخر للحديث عن هذه المواقع الجميلة، إن كان مواقع سياحية، فعاليات نقدر نقول ومناشط على مستوى مؤسسات التعليم وكذلك المؤسسات الخدمية. في نفس الوقت كل يوم ثلاثة احنا دائما تكون عندنا مساحة فنية. اليوم معنا ما شاء الله شباب رائعين بيقدمون لنا كذا معزوفات، وبالإضافة لها بيصحبها نغم شجي من خلال الصوت. بيكون معي أحمد حسن هنداوي، يا مرحبا فيك، وأيضا هيثم بن راشد الرجيبي، يا مرحبا فيك، وسليمان قاعد يحضر نفسه، سليمان بن راشد المحرزي. يعني مجموعة من الشباب إن شاء الله بيصحبونا في فقرات وقت برنامجنا، إن شاء الله يا رب إنهم يمتعون المستمعين وكذلك المشاهدين. بنفس الوقت أحب أقدم تحية خاصة جدا 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 للأمهات والآباء، نقول لهم يعطيكم الصحة والعافية، وأيضا أخوانا وأخواتنا الدارسين خارج السلطنة، لأن يعتبرون برنامج قهوة الصباح نافذة صباحية بفارق التوقيت، طبعا في بعضهم المساء في بعضهم أول الفجر بالنسبة لأخبار السلطنة وأجواء السلطنة. أتمنى لكم إن شاء الله دائما متابعة شيقة، وأيضا أخص بالذكر أخواني وأخواتي قائدي المركبات اللي يسمعون لنا على موجة FM 106.5، أقول لهم ما عليكم أمر، بس حزام الأمان لا تنسونه وسماعة الهاتف. والحين نرجع إلى سيف ونقول لك صباح الخير. صباح نور عبد الله، صباح الخير لك ولكل احبتنا المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوه الصباح في هذا الصباح الجميل. هالمره عبد الله قل ما اعرف اذا تبي تبادل المكان ولا كيف، ترى الاجواء برا جدا جدا رهيبه وجميله بامانه، الجو مغيم كذا، الاستوديو كله لا يبالي لازم في الخارجي.
فدائما اقول يا ليت يكون في استوديو خارجي يا عبد الله ونكون مع بعض ولا يهمك. عموما احنا ان شاء الله تعالى اليوم محطتنا يعني بعد ما كنا بالامس في كراون بلازا مسقط لتغطيه الملتقى الاعلامي العماني الكويتي اللي استمر لمده يومين، اليوم احنا ننتقل الى موقع سياحي، خلينا نقوم بالمواقع الجميله اللي يرتادها الناس ونكون قريبين ايضا من الناس ونتعرف على تفاصيل حياتهم اليوميه الصباحيه على وجه التحديد. راح تكون اليوم لنا وقفه مميزه مع احد الشعراء العمانيين المعروفين، الشاعر الجميل، او ما راح اخبركم، اخبركم اياها بعدين لانكم متشوقين. عموما الكلمه اليك الان عبد الله، ونتمنى ان شاء الله تعالى لكل احبتنا المشاهدين انهم يستمتعوا معاك ومع ايضا بالفقرات والمحطات اللي محضرينها لهم اليوم في قهوه الصباح. اليك الكلمه عبد الله. كل شكر لك يا سيف، يعطيك العافيه، تحياتي لفريق العمل المتواجد معاك، وحبيت عنصر التشويق اللي اتخذته في مقدمه حوارك حول فقرات اليوم. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. اذا برنامج قهوه الصباح اليوم ينطلق باجواء كثير رائعه وجميله وحيويه ونشاط، ونقول لكم صباح الخير. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى أول فقرة في برنامجنا قهوة الصباح. وحلو كذا تبدأ يومك بتحديد أولوياتك وخاصة الجوانب المالية. تعرفون بعد شوية بيجي أجازة نهاية الأسبوع، وكل أسبوعين إن شاء الله نوصل نهاية الشهر، وفجأة ينزل الراتب وفجأة يختفي. طبعا هذا في بعضهم يختفي بشكل سريع، في بعضهم بشكل متوسط، في بعضهم ما شاء الله تبارك الله يعني عارفين وين بتروح هذا الأمر، في بعضهم يقول لك أنا والله بس أشوف الرقم بعدين يودع لي يعني. عموما احنا بنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع وخاصة الأخطاء المالية التي تقع بين الزوجين، هذا هو المحور الرئيسي في موضوعنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ علي بن خالد الشرجي، وهو المستشار المالي للأفراد. نقول صباح الخير وحياك الله. صباح الخيرات، حياك الله. حياك الله. من وين تبغانا نبدأ؟
عجبتني موضوع الفجأة هذه يعني. إيه لا لا في جد ترى. يعني كأنك أنت ما كنت تعرف أن عندك التزامات وعندك أقساط وعندك فيها فجأة يعني. هذا مصطلح أنا أسمعه عند كثير من الأصدقاء. نعم. يعني يقول في بعضهم إنه يتفاجأ أنه باقي جزء بسيط منه، وفي بعضهم بس أنت لازلت تستخدم كلمة يتفاجأ. إيه ولو في المفاجأة الإيجابية بعد إنه يقول في متبقي من المعاش. هذا الحمد لله هذا خطوة. حلو موضوع المفاجأة هذا يعني. حلقتنا اليوم بعنوان اللي بعض الأخطاء هي 7 أخطاء مالية ممكن يعني تعمل لك شوية مشاكل أسرية إذا أنت وقعت في الأخطاء هذه. ممتاز. فخلينا نتعرف على الأخطاء هذه ونحاول نتعرف كمان ما هي الحلول العملية لنتجاوز. ممتاز. إذا 7 أخطاء. نعم. وبالذات إحنا مقبلين على المرحلة يعني القادمة هذه خلال 2-3 أشهر بيكون موسم الأعراس زي ما تعرف في عمان. فشيء طيب أعراس الأجازة الصيفية شهر رمضان المبارك العيدين وعلى طول يعني كله مع بعض. فشيء طيب إن واحد يبدأ حياته الزوجية بوعي كيفية التعامل مع الأمور المالية بالذات الجوانب المالية عادة من الأمور يعني مجتمعنا أو العادات والتقاليد ما تسمح لنا نكون واضحين فيها وضوح. أي نعم. أي نعم. بشكل كبير يعني. ممتاز. فهذا شيء طيب. وبالذات بنركز على الأخطاء المالية لأن في أخطاء كثيرة بين نسميها بين يعني وفي بعض التحديات بين الأزواج بالذات في السنوات الأولى. مثل واحد يعني على فكرة كنت أتكلم مع واحد في الموضوع أمس يقول لي يا شيخ نحن أنا وزوجتي نختلف في موضوع شاحن الموبايل فشو بالك في الأمور المالية. فالتحديات والمشاكل المالية بين الزوجين لها تأثير أكبر من التحديات الأخرى لأن مثلا في مشكلة صغيرة أسرية اجتماعية ممكن تنحل المشكلة هذه بالتفاهم والموضوع يعني علاقاتهم ترجع طبيعية جدا لكن الأخطاء المالية بين الزوجين التعامل جيد مش التعامل جيد عفوا إن هم يرجعوا لعلاقة طيبة مثل ما كان قبل المشكلة هذه تأخذ شوية وقت. ليش تأخذ وقت بزيادة عن المشاكل الثانية؟ لأن تحتاج أنك تعوض الخسارة هذه. نعم. أو تعوض المال. الخسارة المالية المقصود. الخسارة المالية نعم. فهي تأخذ فترة يعني لو أنت اختلفت معك مع زوجتك في مشكلة معينة ممكن تحلها بطلعة بعشاء تحل الموضوع. ممتاز. بهدية صغيرة تحل المشكلة. لكن الأمور المالية تأخذ شوية وقت لأن لازم تعوض الخسارة. صحيح. لأن ما بشيء بإرادتك بتكون. نعم. الخطأ الأول. الخطأ الأول هي عدم عدم التواصل بوضوح مع الطرف الآخر وعندك قروض خاصة. فمثلا أنت أخذت قرض بدون ما تخبر الطرف الآخر أنا ما أخذ قرض. هذا السبب لك مشكلة. نعم. لأن حتى لو ما كان بينهم يعني مشاركة كبيرة في الأمور المالية لكن يفترض أن يكون الشريك الآخر الأمور على معرفة أنه ما أخذ قرض سواء قرض سيارة قرض سكن أو قرض استثماري أو قرض تجاري أو قرض مثلا أخذت القرض هذا أعطيه لأخوي كقرض مساعدة. كمساعدة الأمور لابد يكون فيها وضوح. ممتاز. لأن زي ما قلت العلاقة الزوجية مبنية على الثقة. المشكلة الثانية بعض هذه المشكلة حسب ما شفتها في الواقع من خلال المجتمع المحلي 30-40% موجود بين النساء. نعم. بعض النساء يتخوفن أن يخبرن أزواجهن عن الاستثمارات الخاصة. فتيجي هي مثلا يمكن من حر مالها أو تأخذ قرض وتدخل في استثمار تجاري بدون ما الطرف الآخر يعرف أن مثلا الزوجة أو الزوج دخل في عمل تجاري. فيجي لما الزوج يعرف أن زوجته دخل في استثمارات وهو ما يعرف عن هالاستثمارات. نعم. هنا ممكن سبب يكون لها التحديات. يعني أنت مع الإفصاح عن هذا الجانب؟ لا لازم. من لازم. كان من قبل الزوج أو من قبل لازم. الزوج؟ لازم. ممتاز. لأن عادة أنت تتكلم عن الاستثمار ممكن يكون استثمار ناجح ممكن يكون استثمار يسبب بعض الخسائر. نعم. فالوضوح من البداية هذا شيء طيب. 3 هي المشتريات الكبيرة. لابد أنك تتواصل مع الطرف الآخر وإشارة الطرف الآخر أن عندي أنا مخبر على شراء شيء كبير. وبالذات إذا كانت في فرق كبير فجوة كبيرة بين راتب الزوج عن راتب الزوجة أو راتب الزوج عن راتب الزوج. مثلا الزوج إذا الرجل راتبه مثلا 600 ريال والزوجة راتبه مثلا 5000 ريال أو 4000 ريال فجوة كبيرة يعني. أو العكس. فتجد طبعا في مشاركة ما بينهم وفي مخصصات مالية مثلا من الزوج إلى الزوجة بس المشتريات الكبيرة لابد أنك أنت تخبر الطرف الآخر أنا مخبر على شيء مثلا حاجة كبيرة. أما المشتريات اليومية والأسبوعية هذه مو أو الشهرية ما مهم لكن الأشياء الكبيرة مثلا بداية من سيارة أرض استثمار أو أنك تشتري بعض الكماليات اللي هي مثلا بسعر كبير جدا يفترض أن يكون فيه نوع من أنواع التشاور. ومن ضمن ليش الأسباب الرئيسية أنك تتشاور مع الطرف الآخر متى تكون مقبل على شراء شيء كبير بعض الأزواج يكون متفقين على أن يكون عندهم حساب الادخار
مشترك ما بينهم او بدون ما يكون عندهم الحساب هذا متفقين على اهداف ماليه معينه. احنا مثلا بعد سنتين بنشتري ارض مع بعض، بعد سنتين بنبني هذا البيت، بعد سنتين بنبدا نعلم نوفر تعليم بصريف تعليمنا نحن الخاصه وتعليم اولادنا. فلما يجي طرف يصرف مبالغ كبيره بدون ما يخبر الطرف الاخر، نوعا ما الخطه هذه ممكن تضيع. ممتاز. لانه بيجي الطرف الاخر كمان مدام انت اخذت انا كمان بشتري لي حاجه اخرى، بس من باب العناد. مش انه من باب ان هم محتاجين لهذا. أربعة، المصاريف الخاصة بالبيت. نحن متفقين أن الأصل أن الرجل هو الذي يصرف على مصاريف البيت. هذا الشيء نحن كلنا متفقين عليه، وعاداتنا وتقاليدنا متفقين عليه. بس أنت الآن مع غلال المعيشة، يعني حاجتين حصلت في الأيام الماضية. الحاجة الأولى غلال المعيشة، الحاجة الثانية مستوانا المعيشي الآن يختلف عن مستوى أبانا. صحيح صحيح. الآن وصلنا، يعني عشان نكون واضحين، وصلنا مرحلة إنك مرات تستحي أو تحاول إنك أنت تخبي عن الوالد أو الوالدة كم قيمة الموبايل اشتريته لابنك. يعني مثلاً أنت دافع 250 ريال أو 300 ريال أو 380 ريال لموبايل لابنك. نوعا ما تحس بإحراج إذا خبرت الوالد إنك شاري هذا الموبايل، لأن في أيام وهذا الشيء أو الرقم هذا جدا كبير. أي نعم. ولو غير كذا أنها تعتبر من الكماليات سابقا. أي نعم. حاليا الكماليات صارت من الأساسيات الحين. أي نعم. فموضوع المشاركة حاجتين، أول شيء غلاء المعيشة ومستوانا الاجتماعي أصبح يختلف تماما عن المستوى اللي كان عايش عليه أبانا. فيفترض أن يكون في اتفاق مسبق. هل أنتم الاثنين بتتعاونوا في مصاريف البيت؟ أيوه أو لا؟ وإذا نعم، ما هو المبلغ المتفق عليه؟ ومن بيكون مسؤول عن هذا المبلغ؟ لأن عدم وجود تفاهم أو اتفاق ما بينهم، الطرفين بيصرفوا، ومثلا الرجال بيكون هو المسؤول الرئيسي لهذا. والزوجة ممكن تساعده في بعض الأشهر وبعض الأشهر ما تساعده. لكن نوعا ما بيكون بينهم لغة التفاهم بسبب هالموضوع، نوعا ما بيكون في واحد ضعيف. وإذا حصلت مشكلة أخرى، ممكن تكون المشكلة هذه هي الشرارة اللي بتعمل منها مشكلة كبيرة. فهذه الأمور لابد يكون في وضوح بشكل كبير، ووضوح من اليوم الأول. ممتاز. خمسة، التحكم في أموال الطرف الآخر. في بعض الحالات الرجل يقول لك أنا زوجتي تصرف كثير مش عارف إيش، فأنا باغي أمسك راتبها مثلا. هل أنا أتوقع، أنا ورأي الشخصي، أنها يعني أصبحنا في وقت يعني هذا السلوك خاطئ وسلوك غير مقبول. فيفترض أن يكون خط أحمر، وعدم عدم مثلا تتحكم في أموال الطرف الآخر. الأمور هذه متفقين عليها. حلو. ستة، وهذا كمان ضمن تحديات، الصرف على الأهل. يعني مثلا إذا أخذت أنا فلوس وساعد فيه أبوي والوالد والوالدة، هالأمور ما توقع فيها مشاكل. لكن إذا بديت أساعد أخوي اللي هو باحث عن عمل ونوعا ما مش مجتهد بالمستوى المطلوب من يجد عمل مناسب، يمكن هذا يعمل لي مشكلة مع زوجتي. والعكس صحيح، إذا زوجتي مثلا بدأت تصرف على أخوانها اللي أنا أشوفهم مش مجتهدين بالصورة المطلوبة أن يجدوا وظيفة، هذه كمان ممكن تكون لها بعض التحديات. ممتاز. أنا ما أقول لك أنها ما تصرف، لكن تصرف باتفاق مع أنه يكون في مرحلة معينة والمفروض أنه يلقى المصدر الآخر. أي نعم. بس يكون في اتفاق، إذا الزوجة تصرف على أخوانها هي لازم تخبر زوجها أنا أصرف على أخواني بهذا المبالغ شهريا. وأنا بشوف يعني بس لابد يكون في اتفاق بين الطرفين. ممتاز. سبعة وهي الأخيرة، موضوع الملكية. اللي هو عندنا ثلاث حالات. اللي هو هذا لي، هذا لك، هذا لنا. أي نعم. ممتاز. فمجرد أن يكون زوج وزوجة، مش معناتنا كل حاجة يعني الخاص بالزوجة بيكون لك، والعكس صحيح، مش كل حاجة للزوج يكون للزوجة. الأمور هذه لابد يكون في وضوح أن هذه الحاجات لي أنا خاصة، وهذه حاجات ليك أنت، وهذه حاجات مشتركة ما بيننا. يعني. ممتاز. يعني من السبع نقاط أنا لاحظت عنصرين، يعني عنصر أساسي هو الإفصاح والوضوح ما بين الطرفين على كل ما يخص، إن كان بما يخص إذا كانت إذا في قروض شخصية لكل طرف لازم تكون واضحة بالنسبة له، في نفس الوقت الاستثمارات المالية إذا كان كل طرف على حدة، إذا كان لازم يكون في وضوح. في نفس الوقت المشتريات الكبيرة، أيضا لازم يكون فيها وضوح، إذا كان هو حق مشروع للطرفين. صحيح. بس على الأقل الطرف الثاني يكون عارف لا قدر ليش كذا. إحنا من خلال سبع نقاط، ليش الوضوح والإفصاح؟ إن لا قدر إذا صارت وعكة صحية مالية نقصد الجانب، أكون الطرف أنا عندي بينة فأقدر أجد الحلول. بس لما تصير عنصر المفاجأة زي ما قلت لكم، إنه تتفاجأ إن المعاش مثلا خلص،
هنا ما تلقى الحل السريع، بس لما أكون أنا متهيئ نفسي أنه في يوم ممكن لا قدر الله يصير شيء، في عندي احتياطات مالية أنا حاطها لمثل هذا المواقف. والطرف الآخر راح يقف معاك في مشكلتك هذه، لكن عدم وجود الوضوح من البداية الطرف الآخر يقول لك لا هذه مشكلتك وحلها بنفسك مثلا. زين، في أيضا من السبع نقاط اللي ذكرتها خاصة ممكن حياتنا الاجتماعية يوم عن يوم أستاذ علي تتغير. صحيح. يعني إذا كان زوجين مع بعض في البداية أيامهم تلقاهم يبغون يعني في نسبية من البذخ يصير عشان إنه يبغى يكون في سعادة، أو يقولك شهور العسل وواو إلى ذلك. بعدين تبدأ الحياة الحقيقية بالنسبة لكيفية استثمار المال، ولكن لما يجون الأطفال هنا تتغير الحياة، خاصة مع الطفل الأول والثاني، وخاصة إذا في دراستهم حياتهم الاجتماعية، حتى ممكن اللي آباء وأمهات يعطيهم الصحة والعافية وعندهم عيالهم كبار. وخاصة الحين كنت تذكر في حلقات سابقة كنا نتكلم، معلي اسمحوني على المقدمة لأن أنا أعطي آفاق اللي قاعد يدور في ذهن الناس. صحيح. اللي يبغى مثلا يكمل دراسته بالنسبة على مستوى شخصي، نعم، أو لأبنائه، في نفس الوقت ممكن عياله بعد التخرج ما يلقون الوظيفة بشكل سريع، يحتاج أنه دائما يهيئ نفسه. لأي درجة هذه السبع نقاط ممكن تضعك على أساس صلب وقوي تقدر تنطلق من خلاله إلى حياة اجتماعية جيدة؟ ما هي دائما الحياة الأسرية لابد الأهداف تكون أهداف مشتركة بين الطرفين، لهم أهداف مالية مشتركة، وكون أهداف مالية مشتركة من الطبيعة عادة على فكرة، حتى لو حضرت في البرامج التدريبية سواء للشق التجاري أو الاستثماري أو الاجتماعي، أي هدف عندك إمكانية أنك تشارك طرف آخر في نفس الهدف هذا صار فرصتك في التحقيق أكبر أنك تحقق الهدف هذا. ممتاز. لما يصيروا مثلا عندك ثلاثة أشخاص لهم نفس الرؤية ونفس الأهداف صار فرصتك أكبر، لما يكونوا أربعة خمسة، فدائما لما تشارك حد في الهدف اللي عندك فرصتك أن تحقق الهدف هذا يكون فرصتك أكبر. ممتاز. فالنقاط السبعة هذه لابد أن لغة التفاهم بالذات في الشق المالي يكون لها وضوح بشكل ثقافة كبير. ثقافة الشراكة عندنا وخاصة من خلال السبع نقاط، شراكة في الموضوع إن كانت أموري المالية، القروض الشخصية، استثماراتي، مشتريات، الجوانب الأسرية كانت لي كشخص كأسرتي الخاصة أو أسرتي الكبيرة. صحيح. إيش كثر تحسها في المجتمعات عندنا منتشرة أو قاعد نقدر نقول تحقق نجاح طردي تصاعدي؟ الشيء طيب لأن اللي حاصل الآن شكون واضحة معك وما نعمم، بس نسبة كبيرة تتجاوز 50% الناس بعد ما يقعوا في التحديات والمشاكل يبدأ يحط مسارهم المالي في الطريق الصحيح. ممتاز. يعني هذا سبحان الله، يعني لازم شوية موقف كذا عشان سبحان الله، عشان كذا حتى نحن ذكرنا نحن مقبلين على موسم أعراس، فيفترض أن واحد يبدأ حياته الزوجية بطريقة صحيحة، لأن أي خطأ مالي راح يأخرك عن أهدافك وأحلامك. نعم. يأخرك في الفترة الزمنية، مثلا عندك بعض الأهداف والأمور المالية الموجودة عند عامة الناس والموجود لزميلك في المكتب اللي داوم معك في نفس المكان بنفس الراتب بنفس الإمكانيات المالية، هو بدأ بطريقة صحيحة يقدر يحقق أهداف معينة خلال خمس سنوات، أنت بديت بطريقة خاطئة. عشان تحقق نفس الأهداف هذه تحتاج منك 10 سنوات وبمبالغ مضاعفة عن الرقم اللي دفعه فيه صاحبك. نعم. إذا اللي تابعونا أنا دائما أحب أحط هذا الموقف، اللي مثلا كان عنده أخطاء هلا أمل إنه يرجع أو يحسن مثل الأمور المالية في عنصر أو عنصرين من اللي إحنا ذكرناه؟ ممكن 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 جدا يعني، وبالذات الآن يعني الرواتب أصبح رواتب جيدة وممتازة. حتى في الماضي كان اللي يقع في خطأ مالي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة عشان يصحح المسار. الآن حسب يعني الدراسات اللي أشوفها والحالات اللي تيجي عندي بين 2-5 سنوات لـ7 سنوات ممكن تصحح الخطأ المالي هذا. نعم. نعم. ممتاز. بس إنك تتحرك بقوة ويكون عندك فعلا أداء أهدافك واضحة. الله يعطيك الصحة والعافية، أنا أتمنى هذه النقاط السبعة يعني تلقى حسن الاستماع للعرسان الجدد والإصغاء والعرسان الجدد إن شاء الله، يوفقهم إن شاء الله وحياة سعيدة إن شاء الله، إن شاء الله. يعني نقدر نكون على المستوى الأسري وكذلك المالي، لأن المال الحين صار واحد من العناصر الأساسية في حياتنا اليومية منها مصاريفنا، ولكن إذا تم تحديد السبع نقاط هذه وإن شاء الله الاشتغال عليها بشكل جيد إن شاء الله تكون لكم ولعيالكم إن شاء الله في المستقبل. كل الشكر لأستاذنا العزيز أستاذ علي بن خالد الشرجي المستشار المالي للأفراد، وحديثنا كان حول الأخطاء المالية التي تقع بين الزوجين، وإن شاء الله ما تكون في أخطاء يا رب إن شاء الله. كل الشكر لك. وأتمنى الجميع جيوب ومحافظ مالية بالريالات إن شاء الله. ما قصر. تسلم. إحنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى ربنا المباشر من خلال فقرات برنامج قهوة الصباح. اليوم جونا خارجي وسيف قاعد يقول لي من بداية الفقرة أنا مع ضيف عزيز وشاعر جميل بنتعرف على تفاصيله من خلال كلمة القادمة. صباح الخير يا سيف مرة ثانية. من جديد صباح الخير عبد الله، وصباح الخير ايضا لكل احبتنا المشاهدين، لكل من ينضم يتابع كل المحطات والفقرات اللي محضرينها لهم في برنامج قهوه الصباح. عموما احنا ما زلنا موجودين عبد الله في بريق الشاطئ، مثل ما ذكرنا ايضا من الوجهات الجميله ايضا اللي يرتادها الناس سواء في الفتره الصباحيه او ايضا الفتره المسائيه، سلسله من الماركات العالميه، من المطاعم، من المحلات، من الكثير من الوسائل الموجوده، ايضا محلات خاصه للالعاب والترفيه، بالاضافه ايضا الى مجموعه من العقارات والشقق الفندق الموجودة هنا في فندق في مركز بريق الشاطئ المجمع التجاري هذا. عموما احنا اليوم مثل ما ذكرنا لكم مشاهدينا ومثل ما ذكرنا ايضا لعبد الله عندنا مفاجأة جميلة، معانا شاعر جميل وضيف عزيز جدا من الشعراء المعروفين في السلطنة، له جولات وصولات ايضا في مجال الشعر، يعني شاعر غني عن التعريف حقيقة مثل ما ذكرنا. عموما نقول صباح الخير والسرور والسعادة لشاعرنا عامر بن سالم الحسني. صباح الخير أخوي سيف، أنا سعيد جدا بتواجدي في هذا المكان، مثل ما ذكرت وأسلفت مسبقا هذا المكان الرائع والأكثر من رائع يعني، وأيضا يعطيك حيوية يعني ونشاط بأمانة يعني في كل ربوع عمان تجد هذا الألق وهذا النشاط دائما. أما كبرنامج يعني قهوة الصباح فهذا برنامج غني عن التعريف، وأنا متشرف بوجودي هنا بينكم. الشرف ايضا يا عامر، واحنا سعيدين ايضا بوجودك معنا في هذه المساحه وفي هذه الوقفه ايضا من برنامج قهوه الصباح. في البدايه قبل لا نسولف وقبل لا نتكلم ايضا عن الشعر ونتطرق الى هذا عن الكلمات الرنان اللي راح تتحفنا وتطربنا فيها ان شاء الله تعالى، تكلمنا عن علومك واخبارك، ايش الجديد في حياتك بالتحديد يا عامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. الحمد لله رب العالمين، دام تواجدنا على هذا الوطن أكيد أنه يعني متجددين في كل صباح وفي كل لحظة وفي كل مساء وفي كل يوم. الجديد طبعا بالنسبة للشعر كثير جدا، لكن بالنسبة أيضا بدخل في جانب جدول صباحي ربما يعني كل واحد. هذا اللي كنت بسألك، بنعرف كذا المشاهدين الحين واللي يتابع برنامج قهوة الصباح نقترب من عامر أكثر أكثر، أنه بنعرف جدول الصباحي كذا كيف تقضي في العادة يعني؟ بالنسبة لي جدول الصباح يكون بداية الصباح قراءة القرآن، ومن ثم طبعا بعد صلاة الفجر من ثم الرياضة. الرياضة بالنسبة لي شكل أساسي طبعا، فترتين الصباح والمساء الحمد لله رب العالمين، وبعدين قراءة قبل لا أدخل في جو العمل، وبعدين طبعا أبدأ في جو العمل والحمد لله رب العالمين. بعد العمل أيضا الحين في دراسة معينة، بعدها نفس الشيء أرجع للرياضة، وبعدها المساء فترة المساء طبعا تكون هناك جدول لقراءة ربما بعض القصص أو زيارة أحد الأصدقاء أو أعمال أخرى ثانية خاصة سواء أو عامة. هذا في طبعا أيام الأسبوع العادية أيام الدوام وكذا الرسمي، لكن أيام وقت الإجازة بالتحديد كذا الفترة الصباحية أو أيضا الفترة المسائية في وقت الإجازة، وين تسعى أيضا وتحرص أنك تزور بعض الأماكن السياحية، أو شو بالضبط يكون جدولك؟ والله أنا عاد جدول أسبوعي طبعا إذا لم يعني يتضارب الجدول بالنسبة لي كأسرة، يعني إحنا متعودين دائما في كل أسبوع نطلع يعني أو نخرج بالأسرة لسواء موقع سياحي في السلطنة سواء في مسقط أو خارج مسقط، أو بالنسبة أيضا توجد أماكن سياحية كثيرة على في السلطنة. طبعا ما راح أذكر يعني واقع أو مكان معين، لكن بالنسبة لي يعني كل المواقع السياحية في السلطنة، وأيضا هناك مواقع كثيرة جدا جدا، وطبعا إحنا يعني ما نحصي هذه المواقع لكثرتها، وأيضا لبعض المواقع لبعد المسافة، لكن في الإجازات اللي هي الرسمية أو الإجازات الطويلة بنقول إن نروح لهذا الأماكن بتجمع أسري جميل جدا، والأماكن أيضا تخلق روح وتخلق نشاط للفرد سواء في المجتمع أو حتى أنت كموظف تشغل وظيفة معينة يتجدد عندك النشاط، أيضا تضع أولويات للأسرة في تجديد أيضا نشاطهم العلمي والعملي في الواقع الحياتي. هذا المشكلة أنه شو تقول لي يا عمر، أنه البعض للأسف الشديد يشتكي ويتذمر يقول والله يعني الإجازة ما لحق عليها على قولتهم، على طول مباشرة يومين وتخلص بسرعة، يعني الساعة
السبب اللي ربما انه ما استغل وما استثمر ايضا هذه وقت الاجازه وما عمل جدول معين وخطط لهذه الاجازه. فالاهميه ايضا من انك تعمل جدول معين لك وانت ما شاء الله عليك ذكرت لنا انك دائما بشكل اسبوعي كذا تضع جدول مع العائله وتروح مكان سياحي. التخطيط دائما المسبق وضع النية في الشيء قبل البدء فيه أعتقد أنه يوصلك لنتيجة معينة. إذا جلسنا طول الوقت بنقول على هواتفنا وعلى الواتساب اللي هي حديث العصر يعني ما راح نطلع مكان ولا راح نجلس ونقضي الساعات وإحنا رأسنا دائما إلى الأرض، لكنه دائما يعني نضع جدول معين يعني نجد ايضا فرص لان احنا من نصنع الفرص ولست وليست الفرص هي من تصنعنا، بالتالي نستطيع ان نذهب لاي مكان سياحي برفقه العائله وهو كله اصلا هذا الوقت اللي تقضيه انت بالنسبه لك فائده يعود لك سواء لحظيه او مستقبليه. الجدول مهم جدا، التوقيت ايضا مهم، كل شيء الاهداف ايضا مهمه من خلال مرئياتك في هذا الجدول او هذا النشاط اللي تقومه اليومي. اكيد احنا راح نتكلم ان شاء الله تعالى اكثر عن هذه المواضيع ايضا وعن التفاصيل ايضا اليوميه الصباحيه، احنا وجب ما ان برنامجنا صباحي يا عمر اذا نتطرق اليها ان شاء الله هذه التفاصيل، ولكن اكيد الحين اللي متابع برنامج قهوه الصباح والمشاهدين وعبد الله ايضا انا متاكد انه ايضا متشوق ومتلهف الى يسمع جديد عامر الحسني شاعر عامر الحسني في الساحه الشعريه. والله دائما اول شيء اصبح باخوي الاستاذ عبد الله السباح طبعا غني عن التعريف، وانا سعيد جدا ايضا بتواجدي مع اخوي سيف وايضا بتواجد الاستاذ عبد الله السباح ايضا في الاستديو مع الطاقم الجميل هذا في شاشه عمان. قصيده مهداة الى حضره صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. اقول يحن الرعد والبرق شق السحاب وبان، يحن الرعد والبرق شق السحاب وبان، طهور المطر والريح جت تنفض ثيابه على الأرض، لاشتاقت من شهور للغدران، يكون النبات إحساس من فتح ترابه، نبت ساق ثم ورق على كل هالأغصان، وفتح ثمره ناس قد تقطف أتعابه، عطاهم سلام وبعد هذا السلام إحسان، فجر شمس لتبشرق من الغرب يحكابه، في توقيت محتاجه على شاشتك يا عمان، أشوف الكريم حضور ونطول غيابه، في توقيت محتاجه على شاشتك يا عمان، أشوف الكريم حضور ونطول غيابه، ظهر في الصباح بوجهه الطيب على الأوطان، يحث الصباح يكون من جملة أحبابه، توزع ضياه وصار مصدر زمن وزمان، غفت به بشر بقلوبه وجات تصحابه، ظهر باللباس الشامخ السامي الإنسان، وقبل لا يتكلم تضحك شفاه بخطابه، دليل المحبة واشتياقه لأهل عمان، تطيح الدموع بشوفة الأب من سابه، مسك بالخطاب وكل حرف يكون لسان، يهني الشعب بالعيد يا مرحبا هلابه، تكلم وبحت صوته تحن في البلدان، كأن الرعد قد جابت الريح لسحابه، عطاهم وفاه وكثر ما يعطي السلطان، عطاه الولي والناس جت تجلس في بابه، عطاهم وفاه وكثر ما يعطي السلطان، عطاه الولي والناس جت تجلس في بابه، كريم العطايا باذخ الشكر والعرفان، لها الشكر بنهابه هذا الشعر وبدابه، لها القاف هو قايد فعل ذا رفيع الشان، ولها الالف الف شعب واستكمل انصابه، ولها الباء بان الفكر هو باني الانسان، ولها الواو وعد قاله بفعل ووفابه، ولها السين سام سياسته جمع الاوطان، بياض السلام اعلام رفت به اهلابه، نعم اسم قابوس المعظم سيد السلطان، صدق كل دم داخل العرق يهذابه، دعين الكريم الرازق الشافي المنان، يرده إلينا لجل هالناس تحيابه، يرده إلينا بصحة وعافية الرحمن، لجل كل عين عسى الله يرد لحبابه، لجل كل عين عسى الله يرد لحبابه.
الله 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرجع ان شاء الله تعالى اللهم امين، ويرجع ان شاء الله تعالى ويعود يعني مولانا المفدى ان شاء الله تعالى الى ارض السلطنه بالصحه والعافيه رب العالمين. على هالكلمات الرنانه يعني شكرا جزيلا لك يا عامر، وعلى هالمشاعر ايضا الجياشه. عموما احنا راح نرجع لك يا عامر ونتكلم ايضا عن تفاصيل جميله في هذا الصباح الجميل، ولكن الان العوده الى عبد الله والى ايضا المشاهدين اللي يتابعوا ايضا مختلف الفقرات والمحطات اللي محضرينها لهم في برنامج قهوه الصباح في هذا الصباح الجميل. وصباحكم فنجان قهوه ساخن يعطيكم الحيويه والنشاط. اليك الكلمه يا عبد الله. شكرا يا سيف ويعطيك العافيه، وتحيه الاجمل لشاعرنا الجميل عامر الحسني يعطيه العافيه، وعلى الكلمات الطيبه وصح لسانك يا عامر، وما عليك زود في هالكلمات الرائعه ودائما مميز. شكرا يا سيف، واليوم احس انا بتكون في منافسه من خلال الكلمات، ما دام عامر وسيف موجودين فالكلمه بيكون لها نور مختلف. احنا بناخذ فاصل قصير وراجعين، وبعد هذا الفاصل بتكون فقرتنا شباب اليوم مع حوراء الفارسيه، لا تروح بعيد.
اهلا ومرحبا فيكم مشاهدين قناة تلفزيون سلطنة عمان ومتابعين برنامج قهوة الصباح في هذا اليوم الجديد. مثل ما عودناكم دائما في كل ثلاثاء فقرة شباب اليوم، دائما مواضيعنا تكون مختلفة ونستضيف مجموعة من الشباب اللي عندهم مجموعة ايضا من الطاقات الإيجابية وايضا مجموعة من المواهب المتميزة. اليوم معنا شاب عنده ايضا يعني موهوب في مجال معين وأيضا عنده طاقة إيجابية، وحابين نحن نسلط الضوء على هذه الطاقة الإيجابية. معنا اليوم معتصم بن طالب الزجالي، أهلا وسهلا فيك يا معتصم في برنامج قهوة الصباح، وصباحك خير وملي بالطاقة الإيجابية. حياكم الله وصباحكم نور وسرور، ودائما صباحاتكم كلها تفاؤل وإيجابية بإذن الله. معتصم، يعني أنا مثل ما عرفت أن أنتم مؤسسين شركة صغيرة تقوموا بتنظيم مجموعة من الحفلات اللي تكون يعني في هناك حفلات عيد ميلاد أو مثلا فعاليات هادفة. نتكلم أول شيء كيف جاءت فكرة تأسيس هذه الشركة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سعيد فيكم وكوني موجود معاكم في قهوة الصباح. طبعا جت فكرة تأسيس هذه الشركة، شركة الصدى لتنظيم الحفلات، من نشاطات الشباب. كان عندنا مجموعة من الشباب نشيطين في المجال التقديم، مجال التنظيم، مجال إدارة الفعاليات، فقلنا ليش ما نكون لنا كذا شركة ونشتغل من خلال هذه الشركة بشكل إيجابي. فجت تقريبا فكرة تأسيس هذه الشركة في نهاية 2012، تجمع الشباب، مجموعة من الشباب، جت فكرة أن نعمل شركة الصدى لتنظيم الحفلات وندير بعض الحفلات اللي هي مثل حفلات الأعياد ميلاد أو حفلات المؤسسات. بعض الدوائر الحكومية تعمل مثل اليوم المفتوح لموظفينها، فندير مثل هذه الفعالية. جميل. طيب يعني أنت مثل ما ذكرت أنتو كادر عماني، شباب كادر عماني 100%. 100%. صحيح. 100%. طيب إيش اللي تقدموه للجمهور بما أن أنتم يعني مجموعة شباب وكل شخص فيكم موهوب ومميز في حاجة معينة؟ طيب الشيء المميز في البداية كما ذكرتي أن نحن طاقم عماني 100%. كل الشباب عمانيين. جميل. وكلهم من فئة الشباب وكلنا شباب. جميل. يعني أنت مثل ما ذكرت، مثل ما أعرف أن أنت عمرك 23 سنة. صحيح. الأغلب الشباب هم طبعا الشيء اللي يقدم للجمهور اللي هي فكرة إدارة الفعالية بشكل آخر. طيب. نحن اللي هي فكرة نقدم الحفلات بالأطفال هذه اللي موجودين معنا أو الكبار السن أو الشباب، كيف نعمل ربط بينهم وبين الأسر. جميل. بعضهم، وأيضا كيف تخلق بيئة عمل مناسبة من خلال هذه الفعاليات. صحيح. اللي تقام، يعني مثل ما نحن نلاحظ هذه هي الصور ظاهرة معنا على شاشة البرنامج، هذا كله من تنظيمكم ويعني هذه الفعاليات اللي أنتم قمتوا فيها. نعم، هذه تقريبا الحفلات اللي قمنا فيها وبعض الألعاب التربوية اللي هي أصلا نستخدمها في هذه الفعاليات، اللي هو الشيء يميزنا عن مثل بعض الجهات الأخرى. جميل. طيب يعني مثل ما أنت تعرف أيضا معتصم أن كل مشروع في بداية المشروع لازم الإنسان يواجه صعوبة، فإيش الصعوبات اللي واجهتكم من خلال توفير الأدوات مثلا؟ نعم والله الصعوبات يعني ما في مجال إلا لازم فيه عقبات. من أبرز الصعوبات اللي هي تقريبا توفير الأدوات والآلات اللي نحن بنستخدمها في إدارة الفعالية. فكان عندنا إشكالية كيف الآلية، هل نأخذ الأغراض وهل نأخذ المعدات هذه من هنا أو نعمل طلب من دول أخرى نجيبها من برا. فكان يعني توفير الأدوات هي من أبرز الصعوبات اللي كانت تواجهنا. طيب. في هذه أهم شيء أن أنتوا جاوزتوا هذه الصعوبات. والله الحمد، الحمد. طيب الصور أيضا شاهدنا برنامج أو مشروع فرسان الفجر. نعم. نتكلم عن فكرة هذا البرنامج بالضبط، لأنه جدا جذبني فكرة البرنامج. أنا عرفت إيش الهدف من البرنامج لكن المشاهد ما عرف إيش. نعم. الهدف من طبعا البرنامج. قبل فرسان الفجر في ظهرت بعض الصور، كان نحن مشاركة عندنا في الكويت في معرض تدلل اللي. جميل. كانت هي تاريخ 3/3 من هذا الشهر. والحمد لله رب العالمين، كان سعيدين جدا بمشاركتنا وزيارة أخواننا في الكويت. جميل. والاحتفال بعيدهم الوطني. جميل. للشيخ صباح. شيء طيب. طيب الحين نتكلم عن برنامج فرسان الفجر. نعم، هو برنامج تربوي رياضي يهدف إلى تعزيز مكارم الأخلاق عند النشأ. طيب
هدفنا اللي هم الأعمار من 7 سنوات لغاية 15 سنة. يشرف على هذا البرنامج المهندس والقائد عادل البلوشي، هو قائد كشفي، وأيضا الكابتن محمود الزجالي هو لاعب في نادي السيب الرياضي. طيب. الهدف من هذا البرنامج توثيق وتعزيز القيم الأخلاقية عند النشأ. هذا بشكل اختصار ملخص. هذا هو الهدف، لكن البرنامج بشكل عام يعني وين يقام، يعني في أي يوم، الساعة كم؟ نعم. يعني هذه نبدأ، عطينا عن البرنامج بشكل طيب. عام. نحن نقيم البرنامج بشكل دوري، حاليا واصلين في برنامج فرسان الفجر 5. طيب. البرنامج يبدأ من بعد صلاة الفجر لغاية الساعة 9. طيب. يقام كل سبت من كل أسبوع لمدة 6 أسابيع متواصلة. جميل. يقام البرنامج في شاطئ السيب. شاطئ السيب. نعم. يعني مقابل منتجع الأحلام. مساحة يقام البرنامج في هذا المنطقة. جميل. إيش تعلموا بالضبط؟ طيب. الطفل. نحن عندنا البرنامج ينقسم إلى قسمين. الفترة الأولى اللي هي القسم الرياضي والفترة الرياضية. جميل. يتم عمل الأحماء للأطفال. بعض المسابقات الترفيهية اللي تربط وتعمل بيئة عمل جماعي. جميل. مقرونة بين النشأ. القسم الثاني اللي هو يتكلم عن يعني اللي هي الأمور التربوية، بعض الحصص التربوية مثلا في بر الوالدين، فن تقديم الضيافة. جميل. الأخبار، العلوم، كيف تأخذ الطفل يعمل هذه الأشياء. طيب. نعوده من الفترة هذه والعمر هذا بحيث لما يكبر يكون هو ملم بهذه الأمور. طيب. يعني أنا لاحظت أيضا أنت عندك الحين الألعاب التربوية، بس ياريت طلع لي لعبة واحدة تربوية عشان المشاهد يشوفها على السريع. طيب. طيب عندنا لعبة. عندنا تقريبا 6 أعمدة. هذه 6 أعمدة، من خلال هذه 6 الأعمدة أريد تكونون لنا 4 مثلثات متوازية الأضلاع. طيب مشاهدين تحلو. طيب يلا. عندنا هذه 6 أعمدة. في الغالب الإنسان يواجه صعوبة ويواجه مخاطر، فنحن كيف نقدر من خلال هذه الألعاب التربوية نربط ونخلي النشأ هم متواصلين معنا بأفكارهم وطاقاتهم. جميل. ويكونوا هم معنا في الاستيعاب. فعملنا مثلا هذه اللعبة، عندنا نريد نكون 4 مثلثات. نعمل مثلث تحت، نعمل زاوية ونخلي في زاوية أخرى، وايضا هنا عندنا زاويه، فتكون عندنا 4 مثلثات متوازيه الاضلاع. جميل. 1 2 3 وهذا الرابع. جميل. شيء طيب صراحه، العاب جدا جميله، ما بس فقط للاطفال، يعني حتى الكبير يقدر انه يستفيد منها. هذه تنشيط للذاكره وايضا للعقل. بالضبط. فانا اشكرك معتصم بن طالب الزجالي، نحن نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذا المشروع، ايضا إن شاء الله تتوسع شركتكم بإذن الله. بإذن شكرا الله. لك شكرا لكم جزاك. إذن مشاهدينا هذه كانت فقرتنا لليوم، فقرة شباب اليوم، إن شاء الله راح نشوفكم الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء. تذكروا دائما، إذا لم تجد أي طريق إلى النجاح فأصنع أنت لنفسك طريقك للنجاح، وأيضا صباحكم إيجابية إن شاء الله. في النادي في العشر احسن ناقه لا تحمل الجمال، والمفاطين والحجايج واللقايه والاذاع والثنايا والزمون بجمالهن وفي اكلهن. تسمعني كيف شايف الحضور اليوم؟ ما شاء الله هنا شايف الحضور رهيب والله، المشاركه كانت طيبه، وصراحه دي الولايه اول مره نحضر في مزاينتها. عوامل الفوز الناقه طبعا تتميز بجمالها، طبعا التميز بيكون أو الفرز بيكون على 3 مراحل. المرحلة الأولى إذا تنقي مجموعة وتدخل نصف من الحلال، بعد ذلك كم المطلوب، إذا كان مطلوب 10 تدخل 10 وتفرز من العشر من الواحد حتى 10. الله ميزة مهرجان طول عمرك داعمينها مواطنين، تشجيع بسيارات بجوائز، مشجعين البل، تشجيع البل. حالبي كانت يوم الأربعاء.
الأربعاء الماضي، وفاز الناقتين فيها ناقة الوحدة محمد بن علي اللصقع الوهيبي المغيرين من ديرة، والثانية فازت من ولاية ثمريت ولاية شليب مهري واحد، والجماعة كلهم داعمين، واحد بن قادر ووصل العدد 40 مطية المحالبة، المحالبة 40 مطية، أكثر واحد ياتب 18 كيلو، من 18 إلى 8 كيلو. المهرجان هذا طبعا يأتي حرصا من أبناء الولاية لإحياء الموروث والاهتمام بهذه بالإبل التي هي نعتز بها كعمانيين، وهي تراثنا وتراث الآباء والأجداد. أيضا تخلل من خلال المهرجان كانت في هناك خيام عرض لزينة الإبل، وكذلك للموروث العماني الأصيل كالشمال وعدة أنواع من التراثيات الأعمال اليدوية العمانية يعني. والحمد لله المهرجان ناجح بكل المقاييس. شرطة عمان السلطانية، بلدية الإقليمية، بلدية محول. دود المسير احلى وفا وتما، يوم قاد المسير احلى الوفا وتما، يوم رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وإلى ربنا المباشر مرة ثانية، والكل ملك يا سيف ويعطيك العافية، صباح الخير. ربي يعافيك عبد الله، وصباحك نور وسعادة يا رب العالمين. لربما الحين يعني الأجواء أيضا ما زالت لطيفة وجميلة، لكن الجديد في الموضوع أن الشمس بدأت تظهر الحين وتشرق من جديد، ودائما نقول اشرقي شمس بلادي اشرقي، وارسلي نور الوداد ارسلي، واعلني في كل ناد اعلني، باتحاد سائرين اعلني. عموما احنا مستمتعين أيضا بحديثنا سواء على الهواء أو تحت الهواء مع شاعرنا الجميل عامر الحسني، وأيضا سوالف جميلة مع طاقم العمل كذا يا عبد الله، ونتمنى أنك لو كنت موجود كذا شاركنا في هذه الأجواء اللطيفة. عموما نرجع لك يا عامر ومرحبا بك من جديد في برنامج قهوة الصباح. نتكلم كذا بما أنك خبرتني تحت الهواء أنك يعني زرت أكثر من مرة من الناس اللي يرتادوا أيضا بريق الشاطئ، زين نعطي أيضا كذا المشاهدين والمتابعين لنا كيف هي الأجواء هنا موجودة. رجعنا لكم من جديد مرة ثانية. بالنسبة لبريق الشاطئ، الشاعر دائما يحب الهدوء، وبريق الشاطئ بأمانة يعني، طبعا بلا تقصير في الأماكن الأخرى، لكنه أنا شخصيا أحب هذا المكان نظرا لهدوء، أيضا قربه من الشارع العام، أيضا التقسيمات اللي موجودة في بريق الشاطئ جميلة جدا من كوفي وغيره، والحمد لله رب العالمين. أنا في هذا المكان كتبت أكثر من قصيدة، وكتبت أيضا عن بريق الشاطئ، ولكن يعني ربيت يعني، لكنه بريق الشاطئ يستحق أن يقال بأمانة. فيه يعني قصيدة أقول: في بريق الشاطئ المنظر جميل، أنصح اللي ما بعد زاره يزوره. الله 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 عليك يا عامر، يا مرحبا بك، ونحن ايضا سعيدين بوجودك معنا اليوم. نتكلم ايضا كذا يعني عن مجالك الشعري ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن زين لو كذا ايضا تفتعلنا اعطينا قصيده جميله كذا بكلماتك الرنانه ايضا للمشاهدين الحين ان شاء الله. جتني مدام انه الجو شبه ماطر، صحيح ان الشمس تطلع وترجع شوي، لكن أقول: جتني تفل حجاجها نسمة الريح، يوم المطر سايح يدور في شعرها، أسنانها تصوير دورة مسابيح، خلية الشهد النحل في ثغرها، رمشينها سلسال ضف المراجيح، وعيونها مرجحتين بصغرها، هي أول إنسانة هدت للمصابيح، نور يشع وبخت منه ظفرها، في كفوفها الأطفال غزة تفاريح، وفي قلبها البغداد تهدي عمرها، تمشي شبر والناس تمشي مشابيح، من يقدر يقلد عالم
شبرها لا حطت يديها على كل خيزرانه يوم تثني خصرها تلعب وتضحك بس ما تقدر تصيح خافت تصيح تصيح الناس ترها ترها عليهم والليالي مناقيح أربع سنين العطر يلثم زهرها شفاتها حوض تحدها مطاريح يطرح شعر بالله اسمع شعرها اسمع قبل عامين يكفي مجاريح بيت قريته في قلادة نحرها سلمتها البيبان قلبي مفاتيح وكرات دمي حجرة من حجرها لوقفت للكاميرا فضح ضيح الكاميرا ذابت بحمرة صورها وسلام. الله صح لسانك يا عامر. نتكلم ايضا كذا سريع يا عامر عن الرساله اللي حاب توجهها لكل المشاهدين كذا في الصباح الجميل وانهم استغلال واستثمار ايضا كل اوقاتهم الصباحيه بشكل عام. أتمنى من الجميع وأنا أولهم أن نتقيد دائما بالوقت أن نضع آلية معينة في حياتنا جدولة معينة نتبعها وبإذن الله سنصل للغاية أو الهدف المنشود. الرياضة شيء أساسي في حياة الإنسان أيضا السياحة مطلب مهم للترويج والترفيه عن النفس الجدولة في بداية الشيء أو البرنامج اليوم مهم جدا لا ندع فرصة لوقت الفراغ حتى لا نندم مستقبلا على أننا فوتنا الفرص كثيرا نحن من نصنع الفرص دائما وليست الفرص من تصنعنا. شكرا لكم شكرا لهذا البرنامج الرائع إن كان من كلمة حق تقال فيكم بأمانة تجدد جميل جدا وأنا هنا أقول هذه الكلمة صادق من إحساس صادق أقول أن تلفزيون سلطنة عمان وأنا لا أحتاج لمثل يعني ولا تلفزيون سلطنة عمان لا أحتاج مثل هذه الشهادة ولكن بأمانة الفكر متجدد دائما والنظرة جدا مستقبلية. أشكركم كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام لكم جميعا. يعطيك العافية يا عمرو يعطيك العافية وإحنا جدا سعيدين بأمانة بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح في هذه الوقت وفي هذه المساحة من عمر برنامجنا لك كل الشكر ولك كل التقدير أيضا على تلبيتك الدعوة. عموما عبد الله أنا وصلت إلى الوقفة الختامية والأخيرة من في وقفاتي طبعا في ربطنا لليوم إن شاء الله تعالى بكرة راح نكون في موقع آخر بمشيئة الله تعالى لتغطية أيضا إحدى الفعاليات والمناشط الموجودة في السلطنة. الحين فقط أعطي الكلمة لعامر يختم معاكم بهذه القصيدة ببعض الأبيات البسيطة والسلام عليكم وإليك الكلمة الآن يا عامر. قمت الصباح وشفت مسقط بدونك بنت حزينة ضايقة ما لها خلق كل الشوارع في غيابك يبونك يحرقهم غيابك على جيتك حرق شارعك يا انتي سألني شلونك حتى الشوارع تفقدك عندها حق لأنك تضميهم ولا في متونك ذولا جماد وكيف من ينبض بعرق أبسألك ما زلت داخل عيونك ولا رحلت وعاشوا عيونك الخلق. شكرا شكرا لكم شكرا لكم. شكرا لشاعرنا الجميل عامر الحسني ويعطيكم العافيه على هذه الطله الصباحيه والاسبوع الشعريه من البدايه. حبينا بس نقول لكم ومشاهدين دائما احنا مواكبين لمثل هذه الفعاليات ان كان من داخل او خارج السلطنه او داخل او خارج الاستوديو ونقول دائما قهوه الصباح موجود معاكم في كل بيت. فاصل وراجعين. حبيبي مر منسي يا من نبقي سوا أقول لا قبل لي وردة يقول لي ذي فضا حبيبي مر منسي يا من نبقي سوا أقول لا قبل لي وردة يقول لي ذي أقول لنضوي شمع يقول لي ما بعتمه أقول ليلا نطلع سوي
شسوي بايا على ذبحني برود ما حبيبي بور منسي يا مني بقسى أقول لقبلي وردة يقول لي ذي فضاء ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام والى فقره جميله ونحب نحيي يعني ضيفنا بالفعل يعني يشهد له في انجازه واللي حققه وفي مثله وشروان ما شاء الله تبارك الله. احنا كنت اتكلم معاه قبل ما نطلع الهواء كثير من الشباب والشابات ان كان على مقاعد الدراسه في مجال عملهم ان كان من هيئه التدريس عندهم كثير من الاقتراحات والطموحات والانجازات ولكن في بعضهم المبادر وفي بعضهم اللي محتاج دفعة حتى يبادر ويحقق إنجاز كثير جميل إن كان على مستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة أو الدولة اللي ينتمي لها. معنا ضيفنا العزيز الحائز على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا التعليم في الفصول الدراسية بمؤتمر مستلزمات وحلول التعليم في إمارة دبي الأستاذ ياسر بن جمعة بن خميس الشهومي وهو مدير مدرسة سعد بن عبادة للتعليم الأساسي في محافظة الظاهرة ولاية عبرين. قلت صباح الخير أستاذ. صباح النور. سعيد يا أن نتواصل معك وأشكرك أنك تقبل دعوتنا. وأنا سعيد أكثر وأنا أشكركم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لنا للتكلم عن هذا الإنجاز وهو إنجاز للبلد ولأخواني في مدرسة سعد بن عبادة. نعم. وتتويج لجهودهم على مدار السنوات الثلاثة الماضية. ألف ألف مبروك. خليني كذا عشان الجمهور اللي قاعد يتابعنا يعرف تفاصيل لو أنه ما شاء الله تبارك الله شبكات التواصل الاجتماعي رصدت هذا الحدث. نعم. وبشغف وبمحبة وحتى زملائك في هيئة التدريس ممكن هم كان مصدر رئيسي في توصيل المعلومة لي أخص بالذكر أستاذ طلال البلوشي. عطيني فكرة إيش الموضوع هو؟ الموضوع هو الجائزة عبارة عن تتويج جهود المدرسة لجهود ثلاث سنوات فائتة. نعم. الفكرة ترتكز على أنه نبني أو نؤسس لبيئة تعليمية جاذبة وفاعلة فيما ونخص في جميع الجوانب ولكن بالأخص في مجال تكنولوجيا التعليم الحديثة في الفصول الدراسية. ممتاز. حلوة جاذبة. أنا حبيت كلمة جاذبة. نعم إحنا نريد نؤسس أنه بيئة محببة. نعم. للطالب. ممتاز. ما نريد يعني تعرف أنه تكنولوجيا التعليم التكنولوجيا بشكل عام صارت في متناول الجميع. نعم. نعم. ومن بينهم أبنائنا الطلاب. فإحنا ما نريد نكون المجتمع في واد والمدرسة في واد آخر. كلام سليم. نريد نستغل هذه التكنولوجيا الحديثة ونفعلها في مدرستنا وفي مدارسنا ونستفيد منها من أجل رفع المستوى التحصيلي لأبنائنا الطلاب. طبعا اولا المشروع له عده اهداف من بينها اول شيء انه المستوى التحصيلي هو الاساس الهدف الاساسي ايضا رفع جوده الاداء المدرسي رفض المدرسه بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثه ومواكبه هذا التطور ايضا انه احنا نفعل علاقتنا بمؤسسات المجتمع المحلي. ممتاز. هذا الاهداف الرئيسيه لمشروعنا. الفكره انه احنا او في البدايه
انه احنا نطور ما عندنا في المرحله الاولى من المشروع، نطور ما لدينا من اجهزه، فكانت اجهزه المدرسه محدوده وعدد بسيط، فكنا نجيب وحدات، مثال عندنا برجكترات العاديه، فنجيب وحدات تفاعل، تحول هذه البرجكترات العاديه الى وحدات تفاعل باللمس او بالقلم على الشاشات باللمس. نعم. فتزيد من قدره هذه الاجهزه على التفاعل مع الماده التعليميه ومع الطالب ومع المعلم. حلو. فتعطي شيء من كسر الرتابه الفصل. أيوة. ممتاز. فتعطي للطالب شيء مريح يعني في الفصول الدراسيه. فيما بعد اخذنا نبحث عن دعم المؤسسات المجتمع والافراد في المجتمع، والحمد لله رب العالمين وجدنا دعم لافكارنا اللي نريد ننهض بها في مجال تكنولوجيا التعليم. فالمرحله الثانيه لما حصلنا الدعم بدينا نبحث عن حلول اكثر تطورا وتقدما. فالجوانب هذا اخذنا جانب في ارفاد المدرسه بالاجهزه والمعدات اللازمه في مجال تكنولوجيا التعليم، ايضا الجانب الثاني في مجال السوفت وير، ارفاد المدرسه بالبرمجيات الحديثه اللي تفعل هذه الاجهزه وتزيد من مدى التفاعل وتساهم في الرقي بمستوى اداء المدرسه. وفي النهايه أعذرني يمكن عندي عاصفة من الأسئلة. نعم. هل تم التطبيق هذا على كل الفصول في المدرسة ولا اختيار فصول نموذجية عشان تشوفون المشروع؟ طبعا المدرسة أكثر من 15 فصل دراسي. نعم. فمن الصعب يحتاج إلى مبالغ ضخمة. نعم. فإحنا أسسنا 5 قاعات تفاعلية. ممتاز. هذه 5 قاعات تفاعلية مجهزة بالكامل من معدات ومن صبوات تفاعلية، برجكترات تفاعلية، أجهزة لزيادة التفاعل، من بينها أجهزة تصويت واستجابة الطلاب، أجهزة لوحية، برمجيات مثال برامج أكتيف إنسباير، برامج كتاب، برامج تصويت، برامج اختبارات إلكترونية، برامج ثلاثية الأبعاد، برامج عرض ثلاثي الأبعاد، أيضا برامج مثلا دراي ليبري او المختبر الجاف عفوا. نعم. ايضا داتا ستدي اللي هو. نعم. ايضا يفعل برنامج متخصص في التجارب العمليه. نعم. فهذه البرامج لما كلها نضعها مع الاجهزه تعطينا وحده تفاعليه متكامله. ممتاز. جدا. انا ودي بس تعطينا نموذج بين الفصلين التقليدي والفصل من خلال القاعه والاستثمار التكنولوجيا التعليم. هنا مثال قلنا ماده اللغه العربيه او الرياضيات او ما شابه ذلك، انت اختار لي اي ماده. نعم. من اللي انتم طبقتوا عليها عشان بس المشاهد اللي قاعد يتابعنا كيف كان في هذا الفصل وكيف اصبح في هذا الفصل. تعرف الفصول التقليديه هي عباره عن مقاعد دراسيه مع اللوح اللي هو السبوره ومع اداء المعلم. ممتاز. ويعتمد بشكل كبير في الفساق على اداء المعلم ودرجه مهارته وقدرته على ايصال. نعم. المعلومه للطالب. نعم. الحين تطور الحال في التكنولوجيا الحديثه، صار هناك في وسائل وبرمجيات تعين المعلم للايصال الفعال لهذه المعلومه للطالب. نعم. فمثلا نعطي احنا من بين القاعات عندنا قاعه وضعنا فيها برامج اللي هو سايبر ساينس 3D، برنامج ثلاثي الابعاد. نعم. هذا البرنامج نعطيك مثال، من الصعب انك تجيب عين الانسان كيف. نعم. العلوم وتضعها بين الا الصوره التقليديه. ايوه. وتضعها بين ايدي الطالب على اساس يفهمها بشكل. هذا البرنامج يتيح لك انه يضع العين الانسان او اي من اجزاء جسم الانسان اما في بين يدي الطالب على. نعم. الشاشه التفاعليه. نعم. على السبوره التفاعليه اللي. نعم. هي باللمس، ويستطيع الطالب انه يحرك العين، يدخل في داخل العين. نعم. ياخذ القرنيه لحالها، الشبكيه لحالها. نعم. ياخذ العصب البصري. نعم. ياخذ الاجزاء يفككها ثم. نعم. يعيدها. وتعطي يعني قدره تفاعليه مع الماده. نعم. هذا الصعب، من الصعب جدا. ايضا قلب الانسان انت مستحيل انك تقدر تضع. نعم. شيء النموذج البلاستيكي هذا. أيوة. في ايام المختبرات لا، هذا اكثر. أيوة. فعاليه. أيوة. طالب يقدر يستطيع ياخذ جزء منها، اجزاء هذا. نعم. هذا الماده التعليميه. واحسب على ذلك جميع الاجزاء جسم الانسان والتطبيقات في مجال الاحياء والفيزياء. ممتاز. والكيمياء. ممتاز. وايضا في مجال الجغرافيا مثلا المجموعات الشمسيه. حلو. الطالب يعطيه قدره انه يحرك الكواكب. نعم. يحرك المدار. نعم. الكره الارضيه. نعم. يسبح كانه يسبح في الفضاء. نعم. فتعطيه قدره
مبادرات يعني. أنتم هنا خلقتوا عنصر التشويق بالنسبة للطالب، إن هذا الفصل يعني شو أنت قاعد تكلمني؟ نعم. قاعد أتشوق إني أحضر هذا الحصة، فما بالك الطالب إذا كان مثلاً الحصة الرابعة والخامسة بتكون هذا الفصل بيحضر فيه، أكيد بيكون عنده شوق للتعرف على المادة ولكن بأسلوب مختلف. نعم. أنا عارف الحديث هنا يبغى له تفاصيل كثيرة، ولكن بس أنا حبيت أعطي أرضية للموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. نعم. كيف شاركت المسابقة؟ المشاركة بالبداية إحنا طبعاً أنا مع بداية هذا العام الدراسي. أن تم تفريغ للدراسة بمتابعة دراسة الماجستير دراسة ما شاء الله تبارك الله، ونقلت هذه التجربة نعرضها في الجامعة. نعم. فأثناء العرض كان واحد من الأخوة الأستاذ سالم بوسعيدي كان معنا من المنطقة الداخلية، وهو كان مشارك سابق. أستاذ سالم الله يحييه إن شاء الله. ومشارك سابق في أول دورة العام الماضي لهذا المؤتمر وفي مجال البيئة، ففعلا استطاع أيضا أن يحوز على المركز الأول في هذا المجال. نعم. والسنة شارك في كان مقيم لها، ولما اطلع على أنا عرضت تجربة أمام الزملاء في الجامعة، اطلع على التجربة مرة قال إنه هذا المشروع يستحق أن يكون يشارك به ليرفع قيمة مدارسنا وأيضا يعطي سمعة طيبة، لأنه هذا المشروع يعني وبدأ يشيد في المشروع إنه مشروع طيب ومشروع واسع ومتمكن وكبير، فوجوه الكبير يستحق أنه يتم مشاركة به. وفعلا أنا أخذت فكرته وبدأ يساعدنا في هذا الجانب وشاركنا في ذلك. في البداية كان المشاركة أنا لما شفت عدد المشاركين ومستواهم يعني كان أنه من استبعدت الفوز يعني. والحمد لله يعني في المرحلة الثانية انتقلنا إلى الفاينل لاست اللي هي القائمة النهائية، وجدنا أنفسنا من ضمن القائمة. ممتاز. وزادت الصعوبة أكثر في هذا الجانب في المرحلة الثانية، وأثناء الحمد لله أثناء الحفل فوجئت أنه ان احنا الفائزين الحمد لله. وبسبب الميزات الكثيره اللي تميزنا يعني بعض التقنيات في مدارس كثيره استخدمها في جامعات في كليات منافسه لنا في شراكات ايضا. نعم. وهذا استخدم هذه التقنيات، لكن ايضا احنا لنا مميزات كثيره في الجوانب. من بين مميزاتنا احنا انه احنا هذه اغلبها بجهود ذاتيه بعلاقاتنا مع مؤسسات المجتمع المحلي، ايضا احنا نفعلها بس مش فقط نجيب اجهزه ومعدات وبرامج، احنا ايضا ندرب ابناء الطلاب، ندرب المعلمين. نعم. نشرك المجتمع في ذلك عشان يعرف اما يطلع. ممتاز. ثاني شيء ايضا احنا بدينا نساعد زملائنا واخواننا في المدارس الاخرى انهم يستفيدوا من هذه التجربه، انهم يستفيدوا وفق الامكانيات المتاحه لهم. ممتاز. انا اعيد واكرر الف مبروك على هذا الجائزه. الله يبارك. واتوقع ان هذه الجائزه حملتك مسؤوليه شخصيه، وايضا في نفس الوقت ان شاء الله تكون لها انعكاسات ايجابيه على مؤسسات التعليم، زي ما تفضل كل واحد مؤسسه على يعني اداره المدرسيه على يعني المتاح لها، ولكن الاجتهاد انك اغير من رتابك. انا برجع الى نفس النقطه اللي بديتها في البدايه، ان تكون المدرسه هي جاذبه بالنسبه للطالب. نعم. يعني ما اخفيك القول، يمكن كثير من الناس مروا بهذه المرحله، يقول لك ان في بعض المرات يتمنون اليوم اجازه او ان تغلق المدرسه. نعم. او اللي كان مثلا اذا كانت مثلا امطار يعني مؤخرا الى حاطره يتمنون ان المدرسه بسبب الامطار ما يروحون فيها، لان صارت المدارس مع احترامي وتقديري لهيئه التدريس والكادر الطلابي والجهات التعليميه بكافه انواعها انها فيها جهد جبار لاحتواء الطالب وخاصه قدراته، ولكن زي ما تفضل حقبه زمنيه كنا احنا نعيشها الحين حقبه اخرى، الطلاب صاروا مولعين بالجانب التكنولوجي وتقنيه المعلومات، حتى الحين في اداره بعض المدارس تسمح بوجود الهواتف النقالة وفي بعضها ما تسمح، هناك لازم يكون في تقنين. أنتوا كسرتوا هذه القاعدة وخليتوا التكنولوجيا هي مصدر المعلومة بالنسبة للطالب، فإذا الطالب عنده آيباد أو تاب أو عنده لابتوب أو عنده هاتف ذكي ممكن يستثمر من خلال هذه التقنية. نعم. كيف ممكن كمسؤولية تدريسية كمدير مدرسة كواحد من طاقم هيئة التدريس وأيضا مربي وحائز على جائزة كذلك، إن مثل هذا المفهوم إنه يصير موجود وبالفعل تصير المدرسة شغل الشاغل بالنسبة للطالب، إن اليوم اللي فيه أجازة يتضايق يتمنى يرجع مرة ثانية للمدرسة عشان ينفس عن قدراته ويظهر مهاراته وكذلك تحصيله العلمي. في هذا الجانب أنا أشوف قيادة المدرسة إدارة المدرسية لها دور كبير. يعني على إدارة المدرسة
أن تعمل في حدود اللوائح والأنظمة المتاحة في البلد، وهذا يساعد يعني يعطيك أنك تتحرك في مساحة واسعة. ممكن تستفيد من هذه التقنيات، وأيضا واجب أصبح واجب علينا أنه إحنا نواكب، لأن المرحلة السابقة طلبت قبل 10 سنوات ما عاد نفس طلبة اليوم، فإحنا محتاجين نساير العصر ونساير التطور السريع، محتاجين نوفر لأبنائنا بيئة تحببهم في التعليم، من بينها استخدام تقنيات حديثة، استخدام برامج أخرى. إحنا مثلا في مدرستنا مش فقط في الجانب فصول الدراسية، إحنا في بجهود الأخوة جزاهم الله خير في المدرسة أيضا في مجالات أوسع من كذا. مثال عندنا إحنا المكتبة الإلكترونية، هذه المكتبة الإلكترونية تتيح المواد التعليمية للطالب وللمعلم، وحتى المجتمع المحلي متى ما أراد الاستفادة منها. مثال إحنا بعض الموسوعات اللي نأخذها وبعض الألعاب التفاعلية وبعض البرامج التفاعلية وبعض الكتب الإلكترونية والدروس الإلكترونية نوضعها على أقراص ونوضعها في شان مفتوحة للجميع. ممكن للطالب يستفيد منها. أيضا مثال آخر نعطيه على في هذا الجانب، إنه البرامج التفاعلية اللي إحنا سويناها في القاعات هذه تتيح إنه يسجل الدرس بالفيديو، ما يحصل على اللوح على الشاشة التفاعلية، وبالإضافة إلى صوت المعلم. بعد فترة إذا رأى المعلم إنه هذا الدرس يستحق انه يوضع على سيدي لصعوبته او مثلا عشان يرجع للطالب بعد يوضع في المكتبه. ممتاز. انزين هذا جانب. ايضا احنا في جانب عملنا اخر في ما يسمى بلاد النادي اللغه الانجليزيه، هو عباره عن قاعه دراسيه زودناها بشاشه LED بالاضافه الى بعض اجهزه الحواسيب، وجبنا قواميس الكترونيه بالاضافه الى برامج تفاعل لتعليم اللغه الانجليزيه بالاضافه الى كتب وادوات لازمه لتعلم هذا غير عن ما يتعلموا في الماده. حتى الطالب يزيدوا ويستطيع المعلمين انهم يرفعوا من مهارات الطلاب في اللغه الانجليزيه مثلا في وقت الاستراحه في بعض الحصص اللي تتيح لهم المجال فيها. ايضا في جانب اخرى انه احنا نريد حبه حتى في الساحات الخارجيه. عملنا ساحه خضراء مع مظله مع مقاعد على اساس انه الطالب ايضا يجد الراحه في هذه البيئه. ممتاز. ايضا لزياده تفعيل هذه الاجهزه عملنا كان في البدايه بالكاميرات، كاميرات غطينا الممرات لزياده الضبط والانضباط داخل المدرسه. يعني استخدمت التكنولوجيا في كل جانب. في جميع الجوانب. ممتاز. في جميع الجوانب. استاذ ياسر الحديث معك ممتع، اعيد واكرر الف مبروك على حصولك على الجائزه هذه، وايضا نقول مبروك لكل انسان قاعد يحقق نجاحات ان كان على مستواه الشخصي او الفردي او كذلك المؤسسي او الجهه اللي هو ينتمي اليها. في النهايه الاجتهاد يستحق الانسان انه يقدر عليه، اهم شيء انك تكون هناك المبادره. في بعضهم يقول لك والله انا بذلت وبذلت ما حد قدرني، تاكد بيجي اليوم وبيكون في التقدير. اذا ما كان مؤسس بيكون هناك على مستوى المجتمع خاصة لما يشوفون أفعالك. شكرا للأستاذ ياسر بن جمعة بن خميس الشهومي مدير مدرسة سعد بن عبادة للتعليم الأساسي بمحافظة الظاهرة ولاية عبري، وحصوله على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا التعليم في الفصول الدراسية بمؤتمر مستلزمات وحلول التعليم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مشكور كثير قبول دعوتنا وأجدد لك التبريكات ومنها الأعلى إن شاء الله يا رب. شكرا جزاك الله ألف خير، وأنا أشكركم مرة ثانية على الفرصة لنا الحديث عن هذا الجانب. يا مرحبا. وأشكر أخواني أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية على جهودهم، وكذلك كل من أخواني في قسم تقنية التعليم بالمديرية وقسم تطوير الأداء، وأيضا الأستاذ طلال البلوشي والأستاذ يعقوب البلوشي والأستاذ سالم البوسعيدي. شكرا. وجزاكم الله ألف خير. الله يخليك. وأيضا كل من ساهم لإبراز هذا الجانب، فشكرا لكم جميعا. يا شكرا. جزاكم الله ألف خير. وإحنا نشكركم كذلك مشاهدينا، وسلام عليكم. أقول يحن الرعد والبرق شق السحاب وبان، يحن الرعد والبرق شق السحاب وبان، طهور المطر والريح جت تنفض ثيابه على الأرض، لاشتاقت من شهور للغدران، يكون النبات إحساس من فتح ترابه، نبت ساق
ثم مورق على كل هالأغصان وفتح ثمره ناس قد تقطفت عابه عطاهم سلام وبعد هذا السلام إحسان فجر شمس لتبشرق من الغرب يحكابه في توقيت محتاجه على شاشتك يا عمان أشوف الكريم حضور ونطول غيابه في توقيت محتاجه على شاشتك يا عمان أشوف الكريم حضور ونطول غيابه ظهر في الصباح بوجهه الطيب على الأوطان يحث الصباح يكون من جملة أحبابه توزع ضياه وصار مصدر زمن وزمان غفت به بشر بقلوبه وجات أصحابه ظهر باللباس الشامخ السامي الإنسان وقبل لا يتكلم تضحك شفاه بخطابه دليل المحبة واشتياقه لأهل عمان تطيح الدموع بشوفة الأب من سابه مسك بالخطاب وكل حرف يكون